اليوم غادي نعطيك واحد السر باش تكون ناجح في حياتك. قبل تابونا اي لايك. الا بغيتي تيليشارجي الطاقه ديالك وسورتو القوه ديالك، خليك معايا نعود لك كيفاش بدلت لواحد المايند سيت ديال واحد السيد في دبي. كنمشي بزاف لدبي حيت عندي الخدمه تماك. واحد النهار ساليت الخدمه قلت غنمشي شويه نتبحر، مشيت للبحر. سوف كو البلاصه اللي كنت فيها بارابور لوطيل ديالي بعيده بزاف. نط غناخد طاكسي، كنقلب على لابليكاسيون ما كاينش ديال لي طاكسي. جاو الناس قالوا لي شوفي راه كاين واحد لاستاسيون طاكسي سيري لها تماك باش تتسنى الطاكسي. قلت واخا. انا مع الوصله واحد الناس هابطين، طلعت في الطاكسي ويقول لي مول الطاكسي اللي هو من الهند، والله لا 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 سعداتك. عرفتي علاش؟ راه دابيتود في هاد الوقيته هادي وفي هاد النهار هذا باش تاخدي طاكسي خاصك تسناي 45 دقيقه. جاوبته انا، قلت له ايه هادشي الاخرين، اما انا لا الحمد لله عندي الزهر كيشق الحجر. حيت سي كيلكو شوز اللي خدمت في حياتي اللي اليوم الحمد لله عندي اليقين بما عندي الزهر كيشق الحجر. هو يقول لي سعدات كما الا كنت غير انا باورليس. باورليس هي شي واحد ما عندوش الطاقه، ما عندوش القدوه، ما عندوش لا فورس، ما عندو حتى حاجه. وانا نقول ليه من امتى؟ قال لي من ديما. دايوغ انا فيما نخرج كيحكروا عليا. داك النهار واحد الكليان خدا النمره ديالي بغى يقيد ليا، يقيد بيا في البوليس ولا قيد ليا في البوليس، راه غادي يحيدوا ليا لا ليسونس ديالي. وبدا مشاكل في مشاكل، مشاكل في مشاكل، اللي هي بور مي ميني مي، انا المسكين، انا المضينين، انا اللي ما عندي زهر. قلت له ستوب. ويدير هكا ما كاش كيتوقع مني غندير له ستوب. قال لي اه. قلت له اجي كتعرف عفاك شي بلاصه ديال الولاده اللي كيحطوا فيها لا بوبونيير ملي كيخلق شي طريبيه صغيره، كيقول لها انت باورليس، اللي انت ما عندك لا طاقه لا قدوه لا حتى حاجه. هنا اجي انت باورفول، هذا البيبي حطوه ليا من الجهه الاخرى. قال لي لا. قلت له سافي دير كو ربي ما كيخلقكش بالباور ولا بلا باور، كيخلقك انت اللي كتكون راسك، انت اللي كتقرر واش يكون عندك الباور اللي هي الطاقه والقدوه ولا فورس، اولا كتقرر ما يكونش عندك كتصدقها ولا كتخليها في الدار ولا كتكريها لشي واحد ما كيعاودش يرجعها لك. دونك داك النهار قررت هذاك السيد ندير ليه كوتشينغ. دونك الطريق كانت عندنا تقريبا شي 45 دقيقه ديال الطريق، دونك كوتشيتو بون 45 دقيقه. اشنو قلت ليه؟ قلت له اول حاجه شحال ديال الوقت كدوز هنا جالس في هاد الطاكسي في النهار؟ قال لي تقريبا 8 ساعات حتى 12 ساعه. قلت له اش كدير بداك 8 ساعات حتى 12 ساعه؟ قال لي والو. قلت له يا سلام، اول حاجه خاصك تبدل لو سيلف توك اللي هي الهضره اللي كتكون معاك ومع راسك. الا ما بدلتيهاش غتولي غير انا المسكين، انا المضيمين، انا محقور في هاد دبي، وانا ما عنديش، وانا داروا ليا، وانا فعلوا ليا. قلت له سالينا. قلت له فيك ما يشري لي زيكوتور؟ قال لي ياه. قلت له عندك باش تشري لي زيكوتور؟ قال لي ايه. قلت له غتشري لي زيكوتور وغتمشي ليا اليوتيوب عافاك وغتقلب لي على احسن كوتش اللي كيديروا دي كونتوني غراتوي وغادي تبدا تصنت ليهم. داير اون اوغيات في ودنك واون اوغيات راه كتصنت الكليان وكتصنت ليك لاكسون وكتصنت لهادشي كامل. غتوعدني دير وبغيتي تبدل؟ قال لي اه. قلت له حيت شوف راه ما يمكنلكش دير جوج الحوايج، يا اما غير في الحياه الواحد عنده الحق، علاش انا مسكين انا المضيمين، يا اما كيبدل الحوايج وكيكون كيدوز للاكسيون. مي ميمكنلكش ديرهم جوج في خطره واحده. واش بغيتي دابا تدوز للاكسيون؟ قال لي اه. واش غادي دير هادشي؟ قال لي اه. ودابا غنزيدك عاوتاني اكثر من هكا. قال لي شنو هي؟ دونك بقيت كنكوتشيك في سيرتو بما الاختيار الواحد هو اللي كيديرو ماشي الواحد اللي كيفرضوا عليه. اي اخر مطاف ملي وصلنا للوطيل قلت له شحال عافاك لا كورس؟ قال لي راه جاتك واحد 30 اورو جيت ولا دولار. جيت انا عطيتو 50 دولار. قال لي بغي يرجع لي الصرف؟ قلت له لا خليها عندك. ويقول لي اه شكرا. قلت له لا سيدي انا ما كنعطيكش بوغبواغ، انا ما كنعطيش البوغبواغ حيت هاد لا سيونس ماشي باش نعطيك البوغبواغ. هاد لي 20 اورو عطيتهم لحاجه وحده. قال لي شنو هي؟ قلت له هاد الكلمه اللي هي باورليس، انا ما عنديش الطاقه، انا ما عنديش القوه، غنشريها من عندك تبيعها ليا. قال لي اه. قلت له واش تبيعها ليا؟ قال لي اه واخا اه نبيعها. قلت له اتونسيون انا ودني منك، احنا راه في دبي والناس ديال دبي راه كيعاقبوا بزاف الناس اللي كيشفروا، قدر من غدا يحيدوا لك لا ليسونس ويجريو عليك للهند. قال لي كاينه. قلت له دونك غنشريها من عندك قابل؟ قال لي اه. قلت له يلا بيعها ليا. وعطيته هو كيقبط من عندي الفلوس وانا كنقول له كتبيعها ليا؟ كيقول لي اه. قلت له عندي لك واحد المفاجاه زوينه. قال لي شنو هي؟ قلت له باورفول، اللي هي انا انسان عندي الطاقه وعندي القدوه وعندي لينيرجي وعندي القوه، راها عرفتي شنو الي ليبغ، راه تقدر تكريها ولا تشريها ولا تستعملها كما بغيتي. صافي؟ قال لي اه صافي. ملي جيت نهبط ويقول لي هذه الحاجه، قال لي شوفي واقيلا الى اليوم انت يا ربي صيفطك ليا، اليوم فقت بائس مكتئب وفريمون باغي نخلي هادشي كله وندخل للبلاد ديالي. كنقول اودي راه
دبي ما عطاتنيش، وفسرتي لي بما ماشي البلاد اللي كتعطيك، ماشي الدوله اللي كتعطيك، ماشي المدينه اللي كتعطيك. فكرت بما هذا ما كنستعملوش مزيان، ومن اليوم كنعطيك الوعد هادشي اللي قلت لي غادي نديرو، ومنيتي نتلاقاك يمكن صدفه من هنا 6 شهور عام عامين، ونقول لك الاهداف اللي غنكون وصلت ليهم وحققتهم. شكرا بزاف على المصادفه. شوف قال لي اليوم انا عرفت بما سيدي ربي ملي كطلبوا راه كيستجب، حيت كان يمكن لي ندوز هذا النهار بحال الاخر، من اليوم اللي استضفت معاك فريمون عقلي تحل، وشكرا بزاف. ايوا الله يعمل شي واحد فيكم، والله يلاقيني بكم، حيت لا عندي الوقت وطحتوا في واحد الفتره اللي هي نقدر ندوز معاكم 45 دقيقه مشيتوا فيها، ولكن غير في الخير. كانت معاكم ناهد رشاد اللي كتخليكم تزيدوا القدام ان شاء الله. هذا هو، الله يحفظكم.